السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم الجزء الثاني من قصة الإمام علي عليه السلام، فخلوا لايك واشتركوا بالقناة قبل أن نبدأ القصة. وأتي بالقصة بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا نعرف الإمام علي عليه السلام عنده سيف اسمه ذو الفقار. منين أجا هذا السيف وهو هسه وين وشلون انصنع وهاي؟ فتعالوا حتى نعرف ليش اسمه السيف ذو الفقار. لأن يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا ضرب به أحد لأفقره الله بالدنيا والآخرة. وهسه هو شلون نزل على منين اجى وشلون صار؟ بيوم من الأيام نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان شايل بيده هذا السيف، فالطاه للنبي محمد، والنبي محمد الطاه للإمام علي عليه السلام، وصار يعني مثل ورثة. فتدرون إن بيوم من الأيام الإمام علي عليه السلام قاتل الجن. كان النبي هو وميت جن، 100 واحد، والإمام علي عليه السلام وياهم. فكانوا يمشون بالجبال، يم الجبال وديان وهاي. فقال نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال للنبي محمد صلى الله عليه وآله، قال أكو جن من الكفار يردون يأذوك وهم بهذا الوادي. ففعلا راح الإمام علي عليه السلام من هذا الوادي هو وياه 100 شخص. ف سمع اول ما طبوا اكو رياح، اول ما طبوا للوادي رياح كلش قويه، بحيث يقولون اللي كانوا ويا الامام علي عليه السلام يقولون اكو صارت يعني اجينا نوقع على وجوهنا من قوه الرياح. فالإمام علي عليه السلام قال اثبتوا إن شئتم، فأنا علي بن أبي طالب ابن عم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطلعوا على أشكال غريبة وإيديهم مشتعلة نار. وين فلتوا؟ فلتوا داخل الوادي، طبوا داخل الوادي فلتوا. فراح وراهم الإمام علي عليه السلام، فقام يردد آيات من القرآن الكريم، وقام يطلع الويا يقولون كنا نسمع صوت سيف الإمام علي عليه السلام يقاتل يضرب، وكان يطلع دخان أسود من بطن الوادي. ها فشنو بيوم من الأيام راح الإمام علي عليه السلام، بقت فاطمة الزهراء عليها السلام بس هي بالبيت. فقرروا ها لما جت لحظة استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام عرف الإمام علي عليه السلام أنه راح يواجه مشاكل حيل قوية من المنافقين اللي كانوا يدعون انهم مسلمين ويحبون الامام علي والنبي محمد صلى الله عليه واله عليهم افضل الصلاه والسلام. فشنو مات النبي محمد صلى الله عليه واله، استشهد، فما حد كان حاضر الدفن مالته غير الامام علي واهل بيته وشويه من الصحابه. والبقية وين كانوا؟ كانوا يخططون على منو يخططون، ايش راح يسوون ومنو راح يكون الخليفة، فباعوا غير ناس. فايش صار؟ ما حد اجى للدفن الرسول صلى الله عليه وآله، وبايعوا غير واحد، يعني غير الإمام علي عليه السلام. فايش صار؟ راح الإمام علي عليه السلام راح لهم قال لهم ليش ما بايعتوني؟ قالوا له لو كنت موجود انت كان بايعناك. فقال لهم الإمام علي عليه السلام
هل تريدون أن أترك رسول الله ميتا مستشهدا وأتي إليكم لكي تبايعونني؟ فذول اللي بايعوهم هذول اللي يدعون أنهم مسلمين ويحبون النبي، وين راح صار؟ مو ما بايعوهم أهل بيت آل محمد صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام يعني، ما بايعوهم ولا الصحابة وهاي. فقالوا إيش راح يقولون علينا الناس وهاي، فقرروا يهجمون على بيت الإمام علي عليه السلام. فالإمام علي عليه السلام وين كان؟ كان برا يعني، غرق مو بالبيت. فايش صار؟ هجموا على بيت الإمام علي عليه السلام، فكانت مني فاطمة الزهراء عليه السلام داخل البيت. فكان ذول اللي جوي هجموا على بيت الإمام علي عليه السلام، شايلين بديهم حطب حتى يحرقون البيت، بيت الإمام علي عليه السلام. فكانت من هي واقفة ورا الباب؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. فش قالوا لها؟ قالوا لها افتحي الباب لان راح نحرق البيت عليكم. فما فتحت الباب، فواحد من عندهم دفر الباب برجله، فمن قوة الدفرة فاطمة الزهراء عليها السلام صارت ورا الباب، واكو بسمار من البسامير طب بكتفها او يعني طب بجسمها وانكسر ضلع من اضلاعها. ومو بس هاي، كانت فاطمة الزهراء عليها السلام حامل بطفل. فشنو صار؟ وقع جنينها حلو. فاجى الامام علي عليه السلام يركض على البيت، فهذا من شاف الامام علي عليه السلام اجى، فقام يرجف وخاف وهاي. طبعا قبل يعني كانوا يخافون من الامام علي كلش، الامام علي اسطورة، اذا قد ما تقرون عليه ما راح يعني ما ادري، تقرون على اسطورة مو على انسان ولا على نبي ولا يعني ما ادري اشجع رجل بالتاريخ الاسلامي يعني. فالمهم اجى ركب عليه الامام علي، راح شاله وجلد به الأرض، مو قام يضرب به، لا قام يضرب به الأرض، يعني صار هو سلاح الإمام علي عليه السلام يضرب به القاع. فاش صار؟ على رغم أن الإمام علي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يصيح ويحكي وبكل أحاديثه يقول فهذا علي وصبي وهاي، وبآخر حجة حج بها الرسول اللي هي اسمها حجة الوداع، حج بالمسلمين، رفع ايد الامام علي عليه السلام وقال هذا لا قال انا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم عادي من عاداه ووالي من والاه. فالإمام علي قال لولا وصيتي رسول الله صلى الله عليه وآله لقتلتك. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يدري بكل شيء، ويدري انه راح يجون وهاي، ويدري حتى بمقتل الحسن والحسين، كان مبلغ الوحي يعني اللي هو جبرائيل عليه السلام. فايش صار؟ الإمام علي عليه السلام عافه، خلاهم ينهزمون. ليش؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله موصي، قال له لا تقتلهم، لأن هذا كان اختبار من رب العالمين للبشرية، حتى يختبر البشرية ويشوف ايش صار. ولهنا تكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة.
وفعلوا زر الجرس حتى يوصل لكم الجزء الثالث من قصة الإمام علي عليه السلام. مع السلامة. وطبعا بس أنبه لكم، الجدول الأسبوعي أحد ثلاثاء خميس سبت بس. ومع السلامة، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس. مع السلامة، باي باي.